أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم رصد نحو 180 مخالفة لسفن ومراكب الصيد خلال حملة مفاجئة على نقعة الشملان. الهيئة أكدت أن عقوبة المخالفات المرصودة غرامة مالية تتراوح ما بين 5,000 و50,000 دينار في حال قبول الصلح مع المخالف، وفي حال عدمه سيتم إحالته إلى النيابة العامة. جولة تفقدية لنقعة الشملان نفذتها الهيئة العامة للبيئة صباح اليوم بقيادة مدير عام الهيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود للتأكد من مدى التزام المواطنين والمقيمين بمواد قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. الجولة تخللها رصد العديد من المخالفات من قوارب الصيد المنتشرة بالنقعة، والتي صدر قرار بنقلها من هذا المكان متى ما توفر المكان البديل. للأسف الملوثات كثيرة في هذه النقعة واستمرت لفترات طويلة. نعم يوجد قرار لإزالة الصيادين من النقعة، ولكن بانتظار وجود مكان آخر بديل لخروجهم من النقعة. بإذن الله اليوم مخالفاتنا سترصد على 3 أو 4 مواد واضحة وصريحة، وسنقوم في إحالة الأخوة أصحاب الزوارق الذين قاموا في تأجيرها للغير إلى النيابة العامة للقيام بواجبها في ضبط القانون وتطبيقا للقانون البيئي بإذن الله. جولة اليوم التي تخللها تسجيل ما يقارب من 180 مخالفة تأتي في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها الهيئة، والتي شملت جولات على البيئة البرية والمصانع أيضا. في الهيئة العامة للبيئة نحن لدينا الوصاية العامة على البيئة، ولذلك ترون نعمل على عدة اتجاهات. ضباطنا القضائيين منتشرين، وبإذن الله سنستمر في مخالفة المخالفين. وصلنا إلى ما يفوق 1,300 مخالفة في السنة الماضية. السنين القادمة بإذن الله بزيادة الضباط القضائيين سنقوم بواجب أكبر لردع المخالفين. وتتراوح الغرامات المالية على المخالفات المسجلة اليوم ما بين 5,000 و50,000 دينار في حال قبول الصلح مع المخالف. مجموع هذه المخالفات أو الغرامات اللي راح تسجل بحق هؤلاء المخالفين تصل إلى، إذا تم قبول الصلح فيها، تصل إلى أكثر من 50,000 دينار. وبالتالي اليوم وجب علينا أن احنا نطبق يعني القانون بشكل كامل. مسؤول هيئة البيئة المشاركون في الجولة اليوم أشادوا بتعاون الجهات الحكومية الأخرى مع الهيئة في ضبط المخالفين والتأكد من التطبيق السليم للقانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته الخاصة بالمحافظة على البيئة.